أن عبد الملك بن قريب الأصمعي، وهو مشهور، الأصمعي مشهور صاحب المنظومات والرجل اللغوي المشهور وصاحب قصيدة صوت صفير البلبل، هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع لحظ زهر المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم وكم تيمني غزيل عقيقلي، إلى آخر قصيدته المشهورة. فرجل يعني كان له من الفقه في اللغة والعلم بالبلاغة والحفظ للشعر الشيء الكثير. عبد الملك بن قريب الأصمعي كان فقيرا معدما، وكان يسكن في حي فقير في البصرة، وكان يخرج يطلب العلم، يقرأ هنا تفسيرا وهنا يطلب الحديث وهنا يطلب الفقه، ويتنقل بين الدروس. وكان يمر في أثناء ذهابه ببقال بجانب بيته، فكان إذا مر يقول له البقال: إلى أين ذاهب يا شاب؟ كان لا يزال شابا. إلى أين ذاهب؟ فيقول: والله إلى فلان المفسر. ويذهب ومعه كتبه، ثم يرجع فيقول له: من وين جاي؟ يقول: من عند فلان المحدث. ثم يخرج بعد العصر: ها وين رايح؟ والله إلى فلان المؤرخ. ثم يرجع بالليل: من وين جاي؟ قال: من عند فلان اللغوي. فهذا البقال قال في نفسه: إلى متى كل يوم تطلب العلم تطلب العلم؟ فأمسك يوما عبد الملك بن قريب الأصمعي وقال: تعال يا أصمعي. قال: نعم. قال: أنت ماذا تستفيد من طلب العلم؟ حديث فقه وتفسير، ماذا تستفيد؟ قال: أطلب العلم يعني عشان أصير عالم. فقال له ذاك البقال الجاهل، قال: اسمع يا ابني يا أصمعي. قال: نعم. قال: دع عنك تتبع هذه المجالس، لا ضيع وقتك، دع عنك تتبع هذه المجالس، وتعلم صنعة لتكون حدادا ولا نجارا، فإنك لو جمعت كتبك هذه كلها وأعطيتني إياها على أن أعطيك حزمة بقل ما أعطيتك. يقول: لو جمع كتبك وتعطيني إياها وتقول: عطني حزمة بقدونس ولا نعناع، ما أعطيتك، كتبك ما تسوى عندي شيء. يقول أصمعي: فلم أستطع أن أرد عليه لصغر سني. فقال: اسمع. قلت: نعم. قال: عندي رأي. قلت: ما هو الرأي؟ قال: أحضر كتبك كلها، وعندي برميل كبير نملأه ماء ونلقي فيه الكتب، ثم ننظر ما الذي يخرج لنا، نشوف وشلون الحبر اللي بيطلع. يستهزئ به. يقول أصمعي: فأهانني، فصرت أخرج قبل أذن الفجر حتى ما أراه، وأرجع بعد العشاء بفترة حتى ما أراه. وسبحان الله، هذا الكلام يا جماعة، والله أعرف أحد طلبة العلم المعروفين الذي لو ذكرت اسمه لعرفتموه، والله أعرف من حاله في بدايات طلبه للعلم، لما كان يعني عمره ربما 14 سنة و13 سنة، لما كان في أوائل المتوسط وحلقات تحفيظ وكذا والثانوية، وكان أبوه يمنعه من شراء الكتب ويقول: وش تبغى بهالكتب اللي تتجمع عندك يا ولدي؟ خل عنك التفسير وحديث، مع أن الولد كان متفوقا في دراسته، يعني لم ينشغل بالكتب عن دراسته، ومع ذلك كان أبوه إذا شاف عندك كتب ولا رآه يحضر درس يصرخ به ويهاوشه: وش بتستفيد؟ ماذا تريد من هالكتب؟ تضيع وقتك. والآن أبوه قد رفع رأسه به ويحبه حبا عظيما، وقد وكله على أمواله، وكله على تزويج بناته، وهو المسؤول عن كل ما يتعلق بأبيه، ويسوى عند أبيه ما يسوى جميع إخوانه. لما ثبت في طلب العلم ورفع الله تعالى الذين أوتوا العلم درجات، فهذا الرجل يقول للأصمعي، يقول: ماذا تريد من هالعلم؟ يقول الأصمعي: فصرت أخرج قبل الفجر وأرجع بعد العشاء حتى ما أراه وأتلقى إهانات. يقول: ففي يوم من الأيام أقبل رجل إلى محلتنا إلى الحارة من عند محمد بن سليمان الهاشمي أمير البصرة، أقبل وجعل ينادي يقول: من يدلني على الأصمعي؟ من يدلني على الأصمعي؟ يقول: يسأل عني. قال: فدله الناس علي. فلما أقبل إليه قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم أنا والله الأصمعي. قال: اللغوي يعني صاحب اللغة والشعر؟ قلت: نعم.
قال إن محمد بن سليمان أمير البصرة يريدك، لكن كيف تلقاه وأنت بهذه الصورة؟ يقول: وكان شعري طويلا، ما عندي فلوس أذهب إلى الحلاق، وكانت ثيابي متسخة، ما عندي فلوس أشتري ثيابا غيرها. يقول: فمضى إلى محمد بن سليمان ثم رجع إليه ومعه 1000 درهم، هذا أول الخير. قال: خذ أصلح بها حالك. قال: فذهبت واشتريت طعاما واشتريت لباسا واغتسلت وقصرت من شعري وعدلت حالي، ثم ذهبت إلى أمير البصرة ما يدري ماذا يريد منه. فقال لي: يا أصمعي، إن أمير المؤمنين هارون الرشيد يريد معلما لأولاده. فذكرت بالخير وأنك طالب علم وأنك عندك معلومات، فنريدك تذهب تكون مؤدبا لأولاده. قلت: نعم، ما في مانع. قال: فتهيأ لترحل لبغداد. يقول: فذهبت وأخذت كتبي ووكلت على بيتي بعض الناس ومضيت. قال: فلما وصلت إلى هناك أكرمني أمير المؤمنين وجعل لي مرتبا وأصبحت أعلم ولده. يقول: فكان الناس أحيانا يأتون إلى أمير المؤمنين وأشفع لهم ويعطوني هدايا. قال: فكثر عندي المال، وأنا كلما صار عندي مال أرسلته إلى البصرة واشتريت شيئا يرسل إلى ديرته الأساسية. يقول: فاشتريت في البصرة بستانا ثم بساتين واشتريت قصرا، وصار عنده فلوس في البصرة. يقول: حتى إذا أتممت 10 سنين ناداني الخليفة وقال: يا أصمعي، جزاك الله خير وبارك الله فيك وما قصرت، وخلاص انتهينا يعني من حاجتنا إليك، الولد كبر وتعلم، الآن يلازمني أنا، يلازم الخليفة، فإن شئت أنك تبقى عندنا فمرحبا بك، وإن شئت أن ترجع إلى البصرة فأنت وذاك. قلت: لا والله، أريد أني أرجع إلى البصرة. قال: إذن لك مني هدية كذا وكذا. يقول: وأكثر علي. ثم قال لي: تمنى، أنا أحقق لك أمنية، تمنى، ماذا تريد؟ قلت: والله ما أتمنى شيئا يا أمير المؤمنين. قال: بلى تمنى. قلت: ما أتمنى شيئا. قال: بل تتمنى. قلت: عندي طلب واحد. قال: ما هو؟ قلت: أريد أن تكتب إلى أمير البصرة، أنت الخليفة، أكتب إلى أمير البصرة محمد بن سليمان أن إذا سمع بإقبالي على البصرة، إذا سمع أني قربت، يخرج يستقبلني هو والحاشية، بس يريد يجعل لنفسه مقاما. يعني الإنسان عادة يحرص على شيئين، يعني: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الإنسان دائما يحرص على مال وعلى سلطان، لذلك تجد بعض الناس إذا جمع مالا كثيرا ولم يكن له سلطان وشأن ضاق صدره، فيبدأ يبحث عن أي طريقة يكون له السلطان بين الناس، وإذا كان له سلطان وليس عنده مال ما استقرت أموره أيضا. فالأصمعي هنا عنده فلوس، لكن يريد أن يصنع من نفسه شخصية كبيرة، يريد الناس يتسامعوا به. قال: قل لمحمد بن سليمان الهاشمي إذا سمع بإقبالي إلى البصرة أن يخرج إلي يستقبلني هو والوزراء. قال: نعم، سهلة. ويكتب مباشرة إلى الهاشمي: إذا سمعت محمد بن عبد الملك بن قريب الأصمعي مقبلا أخرج إليه واستقبله. ثم قال: وأيضا يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: أن يعمم على الناس أن يأتوا للسلام عليه في قصري 3 أيام متتابعة. قال: طيب، خليهم يجون يسلمون عليك طال عمرك. ثم مضى الأصمعي، فلما أقبل على البصرة فإذا أمير البصرة وإذا وجهاؤها وزراؤها يستقبلونه: يا مرحبا بصاحب الخليفة، يا مرحبا بمؤدب الأمير، يا مرحبا، ويسلم عليهم. ثم جعل الناس في قصره يأتون إليه كل يوم مجموعة، جاء اليوم الأول تجار الناس ووجهاؤهم، اليوم الثاني جاءت الطبقة التي تليهم. فيقول: فلما كان اليوم الثالث جاءني يعني ساقة الناس ويعني فقراؤهم. يقول: فبينما هم يسلمون علي رأيت من بينهم شيخا رث الهيئة، رث الثياب، عليه جرموق من غير خف، يعني حتى لبسه للشراب والحذاء ما كان يعني متناسقا. يقول: فسلم علي
ثم قال: آه يا عبد الملك. يقول: فتعجبت أن يقول لي عبد الملك حاف من غير مقدمات، لأن كل اللي يسلمون عليه يقولون له يعني يا صاحب الخليفة، يا مؤدب الأمير، هذا يقول لي عبد الملك، يعني يمون علي يا عبد الملك. قال: فلما قال يا عبد الملك تذكرت خطاب الخليفة لي، لأن الخليفة هو الوحيد اللي يقوله يا عبد الملك، أما البقية فيعطونه مركزه. فقال: عرفتني؟ قلت: كأنك صاحب البقال. أنا صاحب البقالة اللي كان كل يوم يهزئني. قال: إي والله أنا صاحبك البقال. شوف الدنيا. قال: فقلت له: قد عملت بنصيحتك، أنت نصحتني أني أجمع كتبي وأضعها في برميل ونصب عليها الماء ونرى ما الذي يخرج، أنا عملت بنصيحتك، فجمعت كتبي ووضعتها في صدري وصببت عليها الحرص فخرج ما ترى من حالي. هذا اللي طلع. أنت تقول لي حطها في برميل وصب عليها ماء.